جديد الهدنة والكلام عن الهدنة، هناك جديد عن الهدنة، هناك جديد عن العروض، بغض النظر أو عفوا بالتوازي مع الكلام على ضغوط داخلية في إسرائيل بيقودها الإعلام بنشر فيديوهات فيها جنود إسرائيليين بيصرخوا وبيطلبوا النجدة، وده وقعه زي ما قالت منى عمري أو العمري، قالت إن ده وقعه جديد جدا على المجتمع الإسرائيلي، مش متعود هو على كده. نروح لجديد الهدن ونبدأ من أكسيوس اللي بتنقل عن حركة المقاومة الإسلامية حماس، وبتقول حماس أرسلت مقترحاتها عبر الوسطاء بشأن صفقة جديدة للأسرى وإسرائيل رفضت. التفاصيل اللي بتنقلها العربي الجديد بتقول إن موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي قال إن حركة حماس أرسلت للاحتلال الإسرائيلي عبر الوسطاء القطريين والمصريين مقترحا حول صفقة جديدة لتبادل الأسرى، وذلك نقلا عن مسؤولين إسرائيليين اثنين ومصدر آخر مطلع على المقترح. وفيما أشار الموقع إلى أن الاحتلال الإسرائيلي رفض مقترح حماس، أورد عن مسؤول إسرائيلي زعمه أن العرض يظهر أن حماس مستعدة الآن للشروع في مفاوضات بشأن صفقة جديدة لتبادل الأسرى رغم استمرار الحرب على غزة. ولكن هنا لازم نقف عند نقطة مهمة جدا، وهي التصريحات المتوالية والدائمة والموقف الثابت لحماس اللي تعبر عنه، أن حركة المقاومة الفلسطينية أكدت مرارا أنها لن تشرع في أي مفاوضات بشأن تبادل الأسرى قبل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. ده اللي بينهلنا أو الخبر اللي منقول عن القدس عن العربي الجديد. طيب نروح في المجال ده ناخد تعليق من زيد بنيامين الصحفي العراقي الموجود في أمريكا، بيقول موقع ولا الإخباري الإسرائيلي بيقول مقترح حماس يتضمن مطالب غير مقبولة بحسب مسؤول إسرائيلي، ومن بينها بدء القوات الإسرائيلية بالانسحاب من غزة حال بدء المرحلة الأولى من تنفيذ اتفاق إطلاق النهائر الرهائن. إذن زيد بنيامين بيأكد على ما أكدت عليه حماس دائما، مفيش وقف إطلاق نار ولا هدنة إلا بسحب القوات من غزة والبدء في عملية كاملة، وقف إطلاق دائم وتبادل أسرى الكل مقابل الكل، أو ده ممكن يكون فيه تفاصيل بعد كده. نروح للشرق، بتقول بتنقل عن حماس، قدمنا ملاحظات على مبادرات الوساطة لضمان وقف تام للحرب، إسرائيل غير مستعدة لقبول شروط خيالية. هنا التعليق على المبادرة المصرية والمبادرة القطرية بالضرورة. أشار مصدر مصري مطلع للشرق إلى أن حركتي حماس والجهاد وافقتا على النسخة الثانية من المبادرة المصرية، لكنهما قدمتا بعض الملاحظات بما يضمن الوصول إلى وقف تام للحرب على غزة. أوضح المصدر أن أبرز الضمانات التي طلبتها حماس والجهاد تتمثل في إدخال المساعدات دون عراقيل، وتطبيق ما سيتم الاتفاق عليه بشكل كامل، وفتح المجال أمام عبور عدد أكبر من المرضى والمصابين للعلاج بالخارج خارج القطاع قطاع غزة. والمصدر المصري قال أن حماس عندها استعداد لقبول هدنة مدتها تصل لأربع أسابيع، ونبه أن مصر تقدم دعوة لحماس والجهاد لمناقشة التفاصيل الفنية للمبادرة المصرية الثانية. إذن المبادرة لازالت معروضة أو لازالت موجودة على طاولة المفاوضات، مفيش كلام نهائي، ولكن بعض المصادر، مصدر ربما هو أكسيوس اللي قال أن حماس هي اللي طلبت، ولكن مصادر أخرى متعددة بتقول أن إسرائيل هي اللي طلبت، وفي كلا الأمرين من طلب، لكن الأمر متعثر لأن الطلبات الفلسطينية لا تلقى جوابا إسرائيليا. تقرير معانا هنشوفه دلوقتي عن مبادرة جديدة من حماس بترفضها إسرائيل وسط مطالبات داخلية وضغوط بإطلاق سراح الأسرى حسب رواية أكسيوس. نشوف التقرير ونرجع نكمل أخبار غزة وجديد الحرب وجديد المنطقة وردود الأفعال. ده
تتسارع بعض الدول في إتمام صفقات لإنهاء العدوان على غزة أو القبول بهدنة إنسانية يتم تبادل الأسرى حيالها. أولى المبادرات كانت من نظام السيسي، والذي تحدث الكثيرون عنها بأنها قد كتبت في تل أبيب قبل أن تتمصر. ثاني المبادرات كانت بوساطة قطرية وتهاتفت إسرائيل عليها، لكنها لم تصل إلى جدواها بعد. صفقات أخرى أبرمتها إسرائيل وطالبت وسطاء معنيين بطرحها، لكنها لاقت رفضا قاطعا من المقاومة الفلسطينية. أخيرا قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن حركة المقاومة الإسلامية حماس تقدمت بمقترح جديد لإبرام صفقة مع إسرائيل. الصفقة المقترحة تتكون من 3 مراحل، وقدمتها حماس عبر وسطاء قطريين ومصريين، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي رفض المقترح معتبرا إياه بغير المقبول. وفقا لتقرير موقع والا الإسرائيلي، فإن حماس مستعدة للمفاوضات الفورية من أجل إتمام اتفاق لإطلاق سراح الأسرى يتضمن مراحل تتطلب وقف إطلاق النار وإطلاق سراح محتجزين إسرائيليين. وفي تفاصيل المقترح، يتضمن الطلب الأول من حماس وقف إطلاق النار لأكثر من شهر مقابل إطلاق سراح مجموعة من المحتجزين. وتشمل المراحل اللاحقة انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع وإطلاق سراح مزيد من الرهائن، بينهم نساء وكبار السن والمرضى. وبينما يتم التفاوض على المبادرات ومناقشتها، تتعرض الحكومة الإسرائيلية لضغط متزايد من قبل أهالي الأسرى الذين يطالبون نتنياهو بوقف الحرب وإجراء تفاوضات لإطلاق سراح المحتجزين مقابل إخلاء السجون الإسرائيلية من المعتقلين الفلسطينيين، وهو أمر ترفضه إسرائيل بشدة وتتحفظ على إعلان رفضها كما تقول لأسباب راجعة إلى الأمن القومي الإسرائيلي. وبينما تتعالى نداءات إطلاق سراح المحتجزين، تتعالى نداءات أخرى من المعارضة الإسرائيلية التي تقول بأن نتنياهو وحكومته إنما يسعون لتحقيق أمور شخصية تخص مستقبلهم السياسي على حساب الشعب الإسرائيلي وجيشه الذي يفقد يوميا جنودا وضباط، وتستقبل ما شافيه عشرات الجرحى بين الإصابات الحرجة والإعاقات الجسدية. يقول الجيش الإسرائيلي بأنه متكفل بإطلاق سراح الأسرى عن طريق العملية العسكرية، بينما يفقدهم في محاولات اقتحامات فاشلة داخل القطاع، حتى أن بعض الصحفيين العبريين أكد أن مقتل الجنود الأسرى هو خيار مريح لنتنياهو حتى لا يعد في يد حماس ما تتفاوض من أجله. يعني هل حيكون في هدنة وفقا للمطالبات الفلسطينية، أم يكون هناك هدنة يعني ليست طويلة وفقا للرؤية الإسرائيلية؟ ده اللي هنشوفه في الأيام اللي جاية.